تحت عنوان الخير اجتمعوا. وبمناسبة شهر المبارك، كانت هذه المأدبة التي أقامتها جمعية قرى الأطفال SOS السورية بالتعاون مع محافظة طرطوس لـ100 أسرة من الوافدين من المحافظات الأخرى وأسر من المجتمع المحلي، وذلك في مقر الجمعية في منطقة بصيرة بريف طرطوس بحضور فعاليات رسمية وحزبية وأهلية. اليوم الجمعية تقوم بتقديم وجبة إفطار لإخوة الضيوف الوافدين وأيضا لأبناء بعض أسر المحافظة. هذه إحدى البرامج التي تقوم بها SOS. بدي وجه شكر للصبايا اللي قائمين على SOS على نشاطاتهم المتعددة ورعاية الطفولة، خاصة بظروف الحرب في كل دول العالم تمر عليها حروب، بيكون لهذه الجمعيات أهمية خاصة في رعاية الطفولة والأطفال من الوافدين ومن غير الوافدين، لأن هذه الجمعيات كما ذكرت لها جوانب عديدة، ليس في جانب واحد متخصصة وإنما في جوانب عديدة. هلأ بشهر رمضان نحن أكيد لازم نعمل فعالية نضوي على هذا الشهر الخير بالنسبة للمجتمع السوري ككل، فقررنا نعمل إفطار لـ100 شخص من عائلات المهجرين ومن عائلات المجتمع المحلي بمركزنا الصديق للطفل. إلى جانب الإفطار، قدم الأطفال أنشطة فنية وعروض موسيقية بمشاركة الأهالي والحضور، كما تم تكريم عدد من المتفوقين بالشهادة الإعدادية على مستوى محافظة طرطوس ومن الوافدين من عدة محافظات. جمعية قرى الأطفال في طرطوس تحاول أن تكون مع الأطفال بشكل دائم من خلال التنمية لقدراتهم في كافة الأنواع من خلال الدعم النفسي والتعليمي.